أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاغ ونتابع فيها. رمضان بأي حال عدت يا رمضان، الآلاف يدونون للتهنئة بقدوم الشهر الكريم، والسياسة حاضرة كالعادة، ومشهد مهين لسفير تل أبيب في أنقرة، ولافتات ضد إسرائيل في مهرجان كان، والمعارض أنور إبراهيم من السجن إلى السلطة، وانقسام سعودي حول المشهد السياسي في ماليزيا، ورابطة ألتراس أهلاوي تحل نفسها وتحرق البانر الخاص بها، فمن السبب؟ كل هذا وأكثر في هاشتاغ، تابعونا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاغ، ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حسابنا على سكايب، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابنا على تويتر وفيسبوك في اختيار مواضيع الحلقات، وبطبيعة الحال التعليق عليها شاركونا. كل عام وأنتم بخير. يحتفل العالم العربي والإسلامي باستقبال شهر رمضان المبارك للعام 1439 هجرية، حيث يوافق غدا الخميس اليوم الأول من رمضان في معظم الدول العربية وعدد كبير أيضا من دول العالم الإسلامي، ورغم الأحداث في غزة واليمن وسوريا وغيرها من دول العالم العربي، لأن منصات التواصل شهدت تفاعلا كبيرا مع الهاشتاغز الخاصة بالشهر الكريم، كما سنتابع من خلال هذا الاستعراض. نبدأ سريعا بتويتر مع تغريدة الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر على حسابه الرسمي، الذي كتب قائلا: أهنئ الشعب القطري والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بشهر رمضان المبارك، وأسأل الله لشعوبنا الخير والبركات ولأوطاننا الاستقرار والازدهار. بينما كتب الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي: أهنئكم بحلول شهر رمضان، سائلا الله سبحانه وتعالى يعيننا على صيامه وقيامه ويحفظ وطننا وشعبنا. اللاعب المصري محمد أبو تريكة غرد أيضا بدوره وكتب تغريدة قال فيها: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. كل عام والأمة الإسلامية والعربية بكل خير وشهر مبارك على الجميع. ليرد عليه اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول: كل عام وأنت بخير والأمة الإسلامية بخير. وبالطبع طغت السياسة على تهاني المدونين بالشهر الكريم، منهم المدون السوري محمد نجم الذي كتب قائلا: هذا أول شهر رمضان أقضيه خارج منزلي في الغوطة الشرقية، سأقضيه هنا في إدلب، هناك الكثير من الناس يعيشون في الخيام ويحتاجون إلى المساعدة، أتمنى ألا ينسى العالم المهجرين، هم لا يملكون أي شيء. كتب أيضا الإعلامي ورجل الأعمال السعودي حسين شفكشي قائلا: أفضل دعاء الليلة، اللهم إني من العالم العربي وأنت أرحم الراحمين. المدون السوري أسيد كتب أيضا: كيف ستلتمس الدول العربية والإسلامية هلال شهر رمضان المبارك والشعوب العربية والإسلامية تقتل وتنتهك أعراضها وتستباح حرماتها في العديد من الدول على مر التاريخ، كل ذلك وهذه الدول لم ترى تلك المجازر، فكيف ستبصر هذه الدول الهلال؟ المغرد القطري فهد بن عبد العزيز كتب أيضا بدوره: كمغرد قطري لا أستطيع نسيان أصعب وأسوأ شهر رمضان بالعام الماضي وكيف عشته وأنا في صدمة تاريخية لما حدث من تلك الدول ضدي وضد بلدي قطر، ولكنني الحمد لله الآن في مرحلة ما بعد الصدمة. مدون يمني أيضا كتب بدوره معبرا عن حال بلده: في رمضان يتضاعف أجر كل الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى، ولأن شعبنا يعيش حالة الحرب والحصار فيجب علينا أن نهتم جدا بالتكافل الاجتماعي، فليس من شهامتنا أن نشبع وهناك جائعون. كتبت أيضا فاطمة: أمنيتي في شهر رمضان أن يحمي الله جميع الأطفال في اليمن وغزة. فاصل قصير، ابقوا معنا.
مع الأهل والأحبة يحلو السمر. ومع الصائمين تتنزل بركات السحر. سحور مع يومياً في رمضان على الجزيرة مباشر. إلى الأزمة التركية الإسرائيلية على خلفية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والمجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال على حدود غزة، حيث تعرض سفير تل أبيب لدى أنقرة والذي تم طرده من تركيا تعرض إلى تفتيش ذاتي داخل مطار اسطنبول عقب منعه من دخول صالة كبار الزوار، وهو ما اعتبرته السلطات الإسرائيلية إهانة كبيرة لسفيرها، خاصة وأن التفتيش تم على الملأ وأمام عدسات وسائل الإعلام في مطار أنقرة. نتابع المقطع الذي كان ضمن الأكثر مشاهدة عربيا اليوم. إذن نتابع هذا المقطع. Traveling with children and business class passengers or passengers holding Elite Plus, Elite, Star Alliance Gold cards. في حين عاد السفير التركي لدى واشنطن إلى تركيا عقب استدعائه بهدف التشاور على خلفية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وفي تصريح صحفي له عقب وصوله مطار أتاتورك وقبل توجهه إلى العاصمة أنقرة، لفت السفير إلى أن غزة تشهد مأساة إنسانية، وقال السفير الذي جرى استدعاؤه إلى البلاد الاثنين الماضي يطلقون النار على المدنيين دون أن يميزوا بين أطفال وشيوخ وشباب ونساء ويقتلونهم. في سياق الاحتجاجات العربية على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل غزة، احتجت الممثلة اللبنانية الفرنسية منال عيسى على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أثناء مشاركتها في مهرجان الأفلام الدولي كان بفرنسا، حيث رفعت الممثلة لافتة كتب عليها أوقفوا العدوان على غزة أثناء ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي أمس الثلاثاء. نتابع في البداية هذا المقطع. وقد تداول نشطاء صور رفع منال عيسى لهذه اللافتة مشيدين بطريقة الممثلة في جذب الانتباه إلى ما شاهدته مسيرات العودة من قمع، حيث غردت الكاتبة الجزائرية أحلام مستغني على تويتر قائلة: الممثلة اللبنانية منال عيسى ترفع في مهرجان كان لافتة كتب عليها أوقفوا الهجوم على غزة، شرفاء العالم لا يغريهم السجاد الأحمر ولا الأضواء بتغيير مبادئهم. نايف سيف أيضا كتب: من مهرجان كان السينمائي الممثلة اللبنانية منال عيسى ترفع لافتة كتب عليها أوقفوا الاعتداء على غزة، لم نسمع أحدا من شيوخ السلاطين ندد بما يحدث في غزة. بينما كتبت الإعلامية وسيلة علمي قائلة: لم تهتم بفستانها وإطلالتها في السجادة الحمراء بقدر ما اهتمت بإيصال موقفها في المهرجان السينمائي الأشهر في العالم.
للمرة الرابعة يدخل وزير الخارجية المصري سامح شكري في مبارزة مع ميكروفون قناة الجزيرة خلال جولات المفاوضات مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي. هذه المرة وجد الوزير نفسه أمام منصة عليها ميكروفون الجزيرة أعدت للمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيريه السوداني والإثيوبي، فأصر على تجنب تلك المنصة والابتعاد عنها، حيث طالب الوفد المصري بإبعاد ميكروفون الجزيرة ووقعت حالة ارتباك، لكنهم لم يجدوا أذانا صاغية من المنظمين، فقرر شكري أن يبتعد خطوات عن المنصة ويدلي بتصريحاته قائلا إنه يفضل الاقتراب من الكاميرات ليترك خلفه المنصة. نتابع. Today's meeting is a strong testimony of our long-standing relations and exits among our three countries. اتسمت هذه الجولة من المفاوضات بالشفافية، بالانفتاح، بالتناول بإسهاب وبتفاصيل لموضوعات لها حساسيتها ولها أهميتها للشعوب الثلاث، وتم التداول بروح إيجابية، روح تتسم بالأخاء، روح تتسم بالرغبة للتوصل إلى حلول جذرية لموضوعات ظلت معنا لفترة طويلة في حالة من الجمود. إلى كوالالمبور، حيث أخلت السلطات الماليزية صباح اليوم الأربعاء سبيل الزعيم المعارض أنور إبراهيم بعفو ملكي بعد سجنه منذ عام 2015. وقد غادر إبراهيم المستشفى التي كان يخضع فيها للعلاج في العاصمة الماليزية، حيث حي أنصاره والصحفيين المحتشدين أمام المستشفى، وتوجه مباشرة إلى قصر الملكي الماليزي. وكان أنور إبراهيم قد سجن للمرة الأولى قبل 20 عاما في عهد حكومة مهاتير محمد الذي عزله آنذاك من حكومته، ليتحول من حليفين إلى عدوين قبل أن يوحد صفوفهما مجددا ويطيح بالحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي. نتابع إذن لحظات خروج أنور إبراهيم من محبسه. كما تابعنا هذه اللقطات، احتفاء كبير على منصة التواصل العربية بإطلاق سراح زعيم المعارضة الماليزي أنور إبراهيم، حيث غرد الكاتب الصحفي ياسر الزعاتر قائلا: أنور إبراهيم يتنفس هواء الحرية بعد معاناة ما يقرب من عقدين. الدنيا ليست دار عدل، ولكن يحدث أن يجني الرجال ثمن صبرهم وصمودهم وإصرارهم. لزوجته دور كبير أيضا، فقد سجلت بسالة منقطعة النظير: ندعو الله أن يكتب الخير لماليزيا ولكل ديارنا أيضا. بينما كتب رئيس منتدى الشرق وضاح خنفر في تغريدة على تويتر: في هذه اللحظات يخرج أنور إبراهيم من محبسه عزيزا مكرما، رجل صادق نظيف صبر حتى نصره الله، ولن يتحول السجانون إلى حرس شرف. لحظات قبل الإفراج عنه. في حين شهد تويتر انقساما بين الرموز السعودية حول خبر إطلاق
صلاح أنور إبراهيم. فقد كتب الإعلامي السعودي منصور الخميس قائلا: الإخوان يصعدون في ماليزيا التي ستتحول إلى تركيا أخرى، الاحتفاء الإخوانجي بحسب وصفه بخروج السياسي أنور إبراهيم من السجن يدل على أن مستقبل ماليزيا في خطر. في حين نشر الباحث السعودي مهنا الحبيل صور الإفراج عن إبراهيم معلقة بقوله: كل الدعاء لله عز وجل بالتوفيق لمسيرة ماليزيا الجديدة والتعاون الذي يتطلع له الشعب والأمة لاستكمال مشروع النهضة الماليزي. علق أيضا الكاتب جمال خاشقجي على الخبر بقوله: هذه الأمة إلى خير أخي في مصر وسوريا واليمن وليبيا، في كل بلد رأيت النصر اقترب ثم ضاع لا تيأس. الصحفي المغربي عبد الصمد بن عباد أيضا بدوره كتب قائلا: أنور إبراهيم حرا بل ورئيس وزراء مقبل، ونجيب عبد الرازق رئيس وزراء سابق التحقيق، ومهاتير محمد رئيس وزراء حالي يصحح من أخطائه التاريخية، وذلك بفضل التداول السلمي الديمقراطي على السلطة في ماليزيا، قصص تزرع الأمل. بينما كتب الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية طارق الزمر تغريدة قال فيها: كم هو مؤلم أن يشعر الإنسان بالظلم، وخاصة إذا حرم جراء ذلك من حريته وأصبح أسير الجدران لا يجد من يشكو إليه. أعلنت رابطة أولتراس أهلاوي حل الرابطة نهائيا بعد 11 عاما من تأسيسها في عام 2007، وقالوا في بيان نشروه على صفحتهم على فيسبوك قبل إغلاقها بعد كتابة البيان مباشرة: بيان عاجل، منذ 13 من إبريل 2007 تأسس جروب ألتراس أهلاوي لمساندة النادي الأهلي داخل وخارج مصر مع جمهور الأهلي. نتخلف عن حضور أي مباراة للوقوف بجانب الفريق في جميع الألعاب. الرابطة جزء صغير من جمهور النادي الأهلي، ووجودنا أو عدمه لن يحرم الأهلي من جماهيره في المباريات أمام أي مشجع. الغرض من المباريات المشاهدة والاستمتاع فقط لا غير. الرابطة منذ تأسيسها داعمة ومساندة للدولة ولن تكون غير ذلك، ولذلك قررنا من أجل الحفاظ على مستقبل الجميع حتى لا يستغلنا أحد استغلالا سيئا حل جروب أولتراس أهلاوي نهائيا. قد تداول نشطاء مقطع فيديو لحرق بانر الأولتراس إذانا بحل الرابطة بشكل كلي ونهائي. في حين اعتبر النشطاء أن حل الرابطة جاء موازيا للإفراج عن 300 معتقل داخل السجون المصرية بينهم أعضاء بالأولتراس، شيماء محمد قالت: السيسي وقع على أمر بالإفراج عن 330 شابا يطلع من السجون بمناسبة رمضان، وبعدها أولتراس أوقفوا نشاط الرابطة نهائيا، أعتقد أن هناك صفقة. بينما كتب عبد القادر سعيد: أولتراس أهلاوي يكتب نهايته بيده التي تعلوها يد أقوى، شكرا لكم على كل الدعم للأهلي في الملاعب والميادين. مدون آخر وأفنان كتبت: حل رابطة أولتراس أهلاوي وحرق البنر وبعديها بدقتين الجروب يتقفل. الموضوع ده جه بعد قرار العفو الرئاسي عن 301 شاب معتقل. أسهلها أكتر اللي مش فاهم، نخرج لكم 301 شاب معتقل مقابل تقفل الجروب خالص وتفض الأولتراس خلصانة ومختومة بأوامر الحكومة. محمود يضيف في سياق آخر: الأولتراس عندهم حق في اللي عملوه، اتقتل منهم 74 والإعلام ضدهم والحكومة بتطردهم ومحدش بيدافع عنهم وكلهم في سجون ومستقبلهم بيضيع وأهليهم بيتعذبوا وإحنا مش حاسين بحاجة. بينما كتب طاهر قاسم: رغم أني زملكاوي بس زعلان على قرار حل أولتراس أهلاوي، يعني ما عادش في دخلات بعد كده والروح اللي بيعملوها في الملعب خلاص.